عشاق التوصيل على التوالي، مرحبا بكم في هذا الفيديو. كنت أبحث عن مصدر جهد يساوي أو يتجاوز 50 فولت لكن دون جدوى. في البداية أردت أن أستعمل هذا المحول، وذلك بإعادة لف الملف الثانوي للحصول على الجهد الذي أريد، لكن كما ترون وزنه ثقيل جدا. بعد ذلك جاءتني فكرة استعمال شواحن الحاسوب المحمول، وذلك بربطها على التوالي ورؤية هل يمكنني الاقتراب من ذلك الجهد الذي أريد. قمت بوصل الشواحن مع الكهرباء وربطها على التوالي لأقوم بالتجربة أمامكم. سوف نرى كم يعطينا كل شاحن. الشاحن الأول يعطيني 19.41. الشاحن الثاني زائد 19.53. الشاحن الثالث 19.72 تساوي 58.65. إذا قمت بقياس الجهد على التوالي نرى كم سنحصل، تقريبا 58.63. اقتربنا من الجهد، أعطى الجهد المتوقع. لنفترض أننا فصلنا أحد هذه الشواحن، مثلا نفصل الشاحن الذي في الوسط وننتظر ماذا سيحدث. الجهد بدأ ينزل، ينزل إلى غاية أن يفرغ المكتف الذي بداخل الشاحن. يستقر، أظن أنه سيستقر عند 39 فولت. إذا مثلا وضعنا حمل على هذا الجهد سوف يتضرر الشاحن الذي فصلناه، لأن التيار لن يمر من هنا إلى هنا مباشرة، سوف يمر ويمر من السلك ثم يمر على مجموعة من المكونات مثل الدايود أو مكتف أو ملف، ثم يعود ليمر إلى السلك الثالث. وبذلك هناك خطر، وبذلك استعمال هذه الطريقة غير فعالة وغير مجدية. إذن السؤال، هل هناك طريقة لحل هذا المشكل؟ هذا ما سنراه بعد قليل. كي تكون هذه الشواحن مستقلة عن بعضها البعض، وكي لا يتسرب تيار هذا الشاحن إلى الشاحن الآخر، يجب استعمال قنطرة من الدايودات. هذه القنطرة تجعل كل شاحن مستقل عن الآخر. مثلا إذا فصلنا هذا الشاحن ولم يعد هناك تيار في هذا السلك، فإن التيار سيمر مباشرة من هذا القطب إلى هذا القطب، وكأن هذا السلك غير موجود. أما إذا عاد التيار فإن هذا الدايود سوف يفتح، وبذلك يدخل التيار في السلسلة، وبذلك سوف نحصل على هذا التيار. ثمانية وخمسون فولت فاصلة واحد وستون. وقد تتساءل بماذا سيفيدك هذا؟ الجواب هو أنني أريد صنع باور سبلاي باستعمال هذه الآلة. الباور سبلاي سيكون جهده الأقصى 50 فولت، من 0 فولت إلى 50 فولت. مثلا إذا احتجت 50 فولت سأشغل الشواحن
الثلاث إذا احتجت فقط 24 فولت سوف أشغله شاحنين، أما إذا احتجت أقل من 19 فولت 18 فولت مثلا سوف أكتفي بشاحن واحد. وبذلك أنتقل بين الشواحن على حسب الفولت الذي أو الجهد الذي سوف أحتاجه. لنرى مثلا هنا شاحن واحد 19.40، شاحنين يعطيني 38 فولت، ومع الثالث 58 فولت. سؤال آخر يتبادر إلى الذهن، السؤال هو كالتالي: كم هي كمية الأمبير التي يمكن سحبها من هذه الشواحن الثلاثة، بما أن الشاحن الواحد يمكنه إعطاء 4.74 أمبير بالتوصيل على التوالي تبقى نفس كمية الأمبير هي التي يمكن سحبها. هذا الجهاز ويسمى حمل وهمي سيمكنني من معرفة كمية التيار التي يمكن سحبها من هذه الشواحن المتصلة على التوالي. الموجب مع الموجب والسالب مع السالب، وهنا نرى قيمة الجهد 58 فولت فاصلة 79. سوف أضبطها على سوف أضبط الحمل الوهمي كي يسحب 2 أمبير، وسوف أشغل. هي عملية السحب بدأت، سوف أنتظر لخمس دقائق ثم أعود. مرت أكثر من خمس دقائق على عملية السحب، ولنرى كيف هي حالة الشواحن. حرارة الشواحن حرارة معقولة، تقريبا يمكن أن أقول 45 درجة، يعني 2 أمبير تسحبها بكل سهولة. سوف نرفع التيار إلى قبل أن أرفع التيار سوف أقوم بفصل أحد الشواحن، سوف أفصل الشاحن الوسط. كما ترون الجهد نزل إلى 37 فولت، وما زال السحب جيد، وأتوقع أن يبدأ هذا الدايود في نعم لقد بدأ هذا الدايود يسخن. هذان الدايودان حرارتهما ضعيفة، أما هذا الوسط بدأ ترتفع درجة حرارته لأن التيار يمر عبر الدايود وليس عبر السلك. وسوف أقوم برفع التيار المسحوب إلى 4 أمبير، وسوف أنتظر خمس دقائق أخرى لأرى النتيجة. بعد مرور خمس دقائق على سحب 4 أمبير من شاحنين، هذا الشاحن وهذا الشاحن، تقريبا استطيع أن أقول أن الحرارة بين 50 و60 أو 55 و65، وهي حرارة مقبولة. أما الدايودات مثل هذا الدايود الأوسط حرارته حرارته
مرتفعة. أما هذا يمكن أن أقيس حرارة الدايود باستعمال الجهاز. لدينا 28 درجة. خمسون، 51، 52، 53. الدايود الآخر نزلت إلى 43. تم هذا. 44، 46. أما الأوسط الذي يعتبر قنطرة بين هذين الجهدين تصل إلى 53 درجة سلسيوس. الذي حصل هو أن حرارة الدايود الذي في الوسط انتقلت إلى الدايودين الآخرين. إذن التجربة مقبولة. هذه الشواحن يمكن أن تعطيني 50 فولت، أن أستخرج منها 50 فولت بتيار 4 أمبير، قد أصل إلى 4.5 أمبير، ولكن لن أغامر بهذا، سوف أظل في حدود 4 أمبير. أتمنى أن تكون هذه التجربة قد أعجبتكم وأن تستفيدوا منها، وربما أن تلهمكم في مشاريعكم الخاصة. وشكرا.